ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. مساء الخير. مساء الخير على كل أهل مصر، على كل الناس الشقيانة والتعبانة اللي بتعاني في ظروف ما مرتش بيها البلاد قبل كده، اللي بيعاني من زهق، اللي بيعاني من تعب، من مرض، من وحدة، من مشاكل حتى في وجوده في البيت. أزمة كبيرة مش مصر بس اللي تمر بيها، العالم كله. حالة فريدة من نوعها بنمر بيها، ما عصرناش ده قبل كده، ما شفناش في حياتنا قبل كده إنه يحصل فينا توحد، عزلة. الحظر مش مفهومه بالنسبة لي هو إنه أقعد في البيت، إني محظور عليا التعامل وإني أقرب من الناس. دي الفكرة اللي بالنسبة لنا هي اللي كانت مش متخيلينها، مش حاطينها في ذهننا. أزمة، أنا بقول بكل المقاييس أزمة، مش عارف أحلها إزاي. بس أنا النهاردة أنا مش جاي أتكلم عن إحصائيات كورونا، إزاي نتكلم معاها، إزاي نتعامل معاها، إزاي نتعامل مع بعض. كل القنوات وكل الناس اتكلمت في ده، خلاص ابتدينا نصحى وننام على سيرة واحدة، نتعامل مع بعض إزاي. الحالة اللي عندنا كلنا هي حالة سلبية، جاي أغير، جاي دوري إن أنا أحاول أغير معاكم. دوري بحاول إن أنا أطلع بطاقة إيجابية شوية، أحاول أبص للجانب التاني شوية. دورنا إيه مع بعض كبني آدمين؟ إيه اللي ناقصنا مع بعض؟ إيه اللي مقصرين فيه في حق بعض؟ مقصرين، كنا مقصرين. ننسى الدولة، كل القنوات اتكلمت عن ان الدولة ودورها وعملت كتير. خلينا نتفق انه اول مرة يحس المواطن ان في حد في ظهره، في حماية، وفي دافع ايجابي في ظهره. في فجوة كتير قوي، دايما كنت بقول عشنا 30 40 سنة في فجوة، وحاسين دايما ان الحكومة بتطاردنا. اول مرة بتحسوا ان الحكومة بتحجم عليكم والعيب فينا. خلينا نتفق قولا واحدا، العيب حسينا دلوقتي ان العيب فينا، انه قله النظام فينا احنا. ابتدينا نتعلم النظام، مجبرين النهارده نتعلم النظام. حاله كآبه بشوفها على صفحات التواصل الاجتماعي كلها، صح؟ كلنا بقينا نفتح بنحس باكتئاب، طاقه سلبيه شايفينها في وشوش بعض. ان شاء الله غمه وهتعدي. بس عايز اقول لكم انا النهارده تقريبا طالع الحلقه دي عشان اقول لكم مش هتتحل الا بينا. بينا ازاي؟ لما نقف في ظهر بعض. تعالوا انسى دور الجمعيات وما اتكلمش وما يكونش الحجم الكلام اكبر في انه الجمعيات الخيريه بتعمل ايه والجمعيات الاهليه بتعمل ايه. ما تيجوا نصغر شويه ونعمل زوم زي ما بيقولوا كده، ونعمل زوم على بعض، احنا بنعمل ايه مع بعض. تعالوا اكلمكم بجد وبصراحه، كلنا بنفكر نخزن الثلاجات والديب فريزر اكل، صح؟ هو ده اللي بيحصل. طب فكرنا في اخواتنا، مين مواطن مصري ما يعرفش فقير؟ كلنا نعرف. مش هقول لكم عايز الاغنياء والله خالص. خطابي النهارده مع القادر. القادر ده يعني كان رسول الله كان بيقول يعني عليه افضل الصلاه والسلام، من ملك قوت يومي، فده يعني ملك الدنيا وما فيها. انا مش عايز اكتر من ان المواطن المصري النهارده في ظل الازمه دي نفكر ازاي يملك قوت يومي. ممكن نكون حسينا ببعض شويه الفتره دي، ابتدت الناس تحس ببعض. مش عايز اروح لعكفوا العشر اسر 20 اسره، والله العظيم الموضوع بالنسبه لي هو اسمى واهدى من كده. انا لو فكرت ان انا مش املى تلاجة راجل فقير، اللي وارد وما يكونش عنده تلاجة. كتير كتير والله العظيم ما عندهمش حتى التلاجة دي اللي يملاها، هو عايز ياكل ويشرب. برضو دور الدولة حاولت تقف كمان مع العمالة الغير منتظمة. تعالوا اكلمكم عن دورنا احنا، واجبنا احنا ايه. والله ما هتعدي ان الازمة دي الا لما تقف جنب الغلبان، جنب الفقير. الفقير اللي فعلا مش لاقي قوت يوم، اللي مجبر ينزل. يمكن انا متعاطف شويه مع الناس
اللي بتنزل وبتشتغل رغم انه تحذيرات الدوله من التجمعات، بس ده غصب عنه، وحتى الدوله كمان واقفه جنبه. الدوله خلونا نتكلم بالمنطق كانت قادره على طريقين، اما الطريق الاول انها تعمل حظر كامل، وده سهل عليها، حظر كامل طوال اليوم، بس خدت بالها من الفقير، خدت بالها من الغلبان. احنا ما خدناش بالنا لسه، احنا ما بنفكرش ببعض، نسينا بعض في الازمه، نسينا بعض. يعني كل سنه وانتم طيبين، شهر رمضان داخل علينا صح؟ دايما كنا بنفكر في الخير في شهر رمضان، ازاي موائد رحمن وازاي وازاي وازاي. النهارده جات لنا حاله ما حصلتش على مر عصورنا ومر تاريخنا، وجات لنا حاله فريده من نوعها. انا بالنسبه لي هي اولى من اني استنى شهر رمضان. رب رمضان هو رب كل السنه في وجهه نظري. النهارده الفقير اللي مستني الوجبه، والله بقولها لفظا، الوجبه كتير قوي كتير قوي، مستني انه ياكل عياله، لانه كان كل اجرته مش مرتبه، لانه هو اجري اجرته لا تتعدى ال 60 وال 70 80 جنيه، النهارده مش لاقيه. خلوني افكر في ده. عايز اعمل مبادره، يعني كان كل هدفي، انا مش صاحب راي ولا عايز شو اعلامي ولا عايز اي حاجه والله، ان انا كل هدفي قدام ربنا عز وجل ان انا اعمل مبادره. ايه المبادره؟ انا اعرف كام اسره فقيره، مش هروح اديهم فلوس، هروح احاول املا لهم بيتهم شويه اكل يكفيهم يومين وثلاثه، وغيري يعمل كده وغيري يعمل كده، هيعيش زيه زيي، هيعيش في استقرار نفسي. دي المبادره اللي نفسي فيها، نفسي الناس تفكر تقف جنب بعضها، تفكر تاكل وتقاوي بعضها. فكره ان انا اكفل 30 40 اسره وثلاث وجبات و10 وجبات و20 وجبه، انا عايز اقول لك انا طموحي اقل من كده. طموحي انك تشوف بيت جنبك في حد تعلم انه فقير، وتروح له بشويه خزين، رز ومكرونه وصلصه، الشنط، فاكرين الشنط بتاعت رمضان اللي كنا بنعملها في رمضان؟ ما تيجوا، ما تيجوا دلوقتي تتعمل. كتير قوي ناس بتكلمني، وانا يعني هو ده الوقت السليم اللي في وجهه نظري، اللي شايف انه ينفع يتعمل فيه ده. تعالوا نقف جنب بعض شويه. خليني يعني ارجع لكم، انا اسف ان انا يمكن كنت يعني مشدود شويه، لان الموضوع ده شاغلني شويه، ويمكن حال المواطن الغلبان او الفقير او غير القادر مأثر فيا نفسيا، يمكن بقالي من اول الاحداث وهو مأثر فيا قوي. شايف الناس بتتكلم عن تجمعات، وبتتكلم عن يعني ان العماله لازم تنزل تشتغل. لا، في امور وسطيه، الدوله مسكت العصايه من النص، انه ولا ينزل يشتغل ولا يكون في تجمعات، وانما برضو ما اهملوش. خليني اكون ايجابي، خليني اتفائل، خليني اكون بفكر في بكره، مش لوحدي وعلى نطاق اسرتي، لا، انا عايز افكر في بكره وفي اسره جنبي انا شايفها في سعاده، والله العظيم اولى كتير من اني اامن نفسي. شايفين في الاحداث اللي احنا فيها الدنيا زايله، يعني الدنيا في الاخر اموات كلنا ايا كان السبب، كورونا او غير كورونا، هي في الاخر ده ما هو الا انه سبب لقضاء ربنا عز وجل. ابتلاءات اذا ما طلعناش بيها ايجابيين ولا استفدنا حاجه. انا شايف انه الايجابيه شويه النهارده ان انا شفت دور الدوله، حسيت بايجابيه دوله، حسيت انه يا سياده الرئيس خزن وعمل ما يكفي لوقت ازمه. ظهر اللي عمله من وقت رصده ال 100 مليار، حسيت انه كان بيحوش عشان انه لو في ازمه هو موجود في ظهري. لازم يكون دورنا كده، مش هنحوش عشان بكره لينا، هنخرج منه. الصدقات، يعني انا مؤمن بكل الديانات ان الصدقات ده امر واجب. يعني خليني اخد بس الاول اتصال. الاستاذه هند عبد الحميد معانا على الخط صح كده؟ ايوه. مساء الخير، ازي حضرتك؟ الاول بشكرك لايجابيتك، وانا شايف يمكن حتى انت من الناس اللي بتديني طاقه ايجابيه جدا استاذه هند عبد الحميد. يعني مش عايز اقول مسميات، هي متطوعه او هي
في عارفين كده موضوع الرعايه المجتمعيه دون الجمعيات، وهي حاجه شخصيه. بشكرك للي انا شايفه على صفحتك الشخصيه وصفحه خير وبس. وعايز اسالك بتعملي ايه وشايفه دور الناس يكون ازاي؟ اولا مساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين البرنامج، ورمضان كريم كده يا رب ان شاء الله الفتره ديت تعدي على خير ويرفع عنا البلاء يا رب. باختصار يعني شغل التنميه مش محتاج جمعيات ولا محتاج منظمات، هي ده دور مطلوب مننا كلنا كافراد في المجتمع، ان احنا نساعد يعني ايا كان الفئات المختلفه. ربنا خلقنا طبقات فعشان نقوم بدورنا. زمان ما كانش فيه جمعيات، ما كانش فيه منظمات دوليه، ما كانش فيه مفهوم التنميه كان حاجه خير، يعني عمل خير او فعل خير. صح، يمكن حتى في اجيالنا القديمه كانت الجمعيه هي جمعيه او جمعيتين بكتير وقوي في الاجيال القديمه، يمكن صح انا معاكي في ده بالظبط. فانا شايفه ان ده دور ملهوش علاقه، يعني ده دور فردي، يعني كل شخص في المجتمع بيقوم بدوره يعني كشخص كانسان بقى، يعني ده معنى الانسانيه، ان الواحد يبقى بيساعد الناس اللي فعلا محتاجه. طبعا احترام لكل الجمعيات والمنظمات عمرها ما هتوصل لكل الناس، في ناس صح ما بتطلعش بره بيوتها، يعني يمكن ده اللي خلاني ابتديت بالمبادره. يمكن صح، انت صح 100%، ده اللي خلاني اقول مش كل الناس تقدر توصل للجمعيات حقيقي، وده دوري ده، يعني ده ان انا بحاول اعمله بصراحه، ان انا يعني اشوف الناس بقى اللي هي ما خرجتش بره بيوتها وراحت سجلت في الجمعيات عشان تاخد خدمه او اي حاجه بتتوزع، الناس دي ما بتبقاش عارفه تروح، ما بتبقاش بتتحرك من البيت لاي ظرف، فانا بحاول اوصل للفئات ديت. يعني عملتي ايه الفتره اللي فاتت؟ عملت كده يعني عملت كتير. حددين المناطق، يمكن عايزه اتكلم معاكي بصراحه. انا شايف وبتابع دايما على صفحتك على الفيسبوك اللي بيحصل ونزولك والدويقه ورود الفرج ومناطق كتير، بتجمعي ده ازاي؟ هو انا شغاله على محافظات مصر كلها مبدئيا، يعني انا بنزل برضو الصعيد، اسيوط، سوهاج، انا حلايب، شلاتين، يعني شغاله في كل المحافظات. لكن في القاهرة أنا شغالة في ثلاث مناطق، شغالة في ورود الفرج، وشغالة في عزبة النصر، وشغالة في إمبابة. يعني أنا طبعا أنا عشان فرد، أنا مش جمعية ولا منظمة، يعني مش حاجة كبيرة، بس بحاول إن أنا أوصل لأكبر عدد من الأسر، يعني أنا مسؤولة عن 1600 أسرة على مستوى الثلاث مناطق. بعملهم بحث حالي، ان ده طبعا دراستي، انا خدمه اجتماعيه وبشتغل في التنميه بقالي 13 سنه. بمعنى ايه بحث حاله؟ يعني انت بتتحري عن ال بتحرى؟ بالظبط، يعني بتحرى، وزي ما قلت لك في الاول انا يعني انا بحاول اوصل للناس اللي ما بتوصلش للجمعيات، يعني ما بتاخدش خدمه باي شكل من الاشكال. طب وانت بتتاكدي منين؟ يعني خليني النهارده انا طرف وعايز اعانه منك، وبعت لك وبقول لك ابعتي لي اكل او شرب، تتاكدي منين ان انا ما باخدش من جمعيه؟ هو انا حضرتك يعني اول حاجه انا ببقى بعمل بحث ميداني، اشوف الجمعيات اللي موجوده في المناطق ايه، وبعمل بتواصل الاول مع الجمعيات وبشوف هل وبحاول ان انا يبقى في لينك بيني وبين كل الجمعيات اللي موجوده في المنطقه، بعدين بشوف الحاله نفسها، يعني لو في حاله كلمتني بنزل اعمل لها زياره منزليه وبشوف ايه الاحتياجات الاساسيه بتاعتها. طبعا في ناس كتيره بتطلب حاجات كتيره، بس انا بحاول احط الاحتياجات الاساسيه اللي بمعنى ايه بتطلب حاجات كتير، يعني هو في حد بيطلب منك صراحه انا عايز كذا وكذا وكذا؟ في ناس بتطلب وفي ناس انا بشوف، يعني انا ببقى ليا وجهه نظر وهم بيبقى ليهم وجهه نظر تانية. اكيد انا مش هينفع ان انا اغطي كل الاحتياجات، في ناس صح بتحتاج اكل، في ناس بتحتاج اساس، في ناس بتحتاج تجهيز عرايس، في ناس بتحتاج علاج. بس متهيألي اليومين دول بعيد عن كافه الاعانات بالنسبه لنا، يمكن هي غذاء فقط. غذاء فقط وعلاج، لان في ناس كتيره بدات ان المتبرعين نفسهم ما بقوش يساعدوا زي الاول بحكم الحركه، والناس كتيره قلت الحركه عامله حاجز شويه بالظبط. ويمكن ده اللي خلاني بطرح مبادره، يمكن وانت معايا كده مبادره، بان كل حد يعني فتره الصبح دي بقول هي ما فيهاش حظر حقيقي، فليه ما انزلش وانا بشتري حاجات ليا اشتري للفقير واروح اديله فيما قبل الحظر ده؟ يا ريت، يعني انا نفسي الناس يعني بعيد بقى، يعني خلينا نشتغل شغل فردي، يعني هو ده اللي عايز اقوله. احنا 100 مليون 100 مليون ويزيد،
النهارده لو 20 مليون والله اشتغلوا شغل فردي هيكفوا باقي المجتمع. حقيقي لو كل واحد قام عمل شنطة واحدة بس، شنطة رمضان، وهو بيشتري حاجات رمضان لبيته وهو ماشي قابل حالة واحدة. الأكل دلوقتي، الناس العمالة اليومية اللي واقفين حالهم، الناس اللي مش لاقية أكل دلوقتي، هو الموضوع بقى صعب. احنا طبعا موائد الرحمن كمان فداخلين على رمضان واتلغت الموائد والتجمعات، ففي ناس فعلا هتبقى الفترة اللي جاية متضررين. هو احنا بندعي من ربنا، بندعي من ربنا انه الحال ما يستمرش كتير. انا مش عارف اقول لك ايه وبشكرك إيه ازاي. يا رب يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني شكرا جدا، وبحطك مثال وقدوه لكل شاب عايز يكون. يا بشكر الاستاذه هند عبد الحميد، يعني العامله في مجال الخدمه المجتمعيه واللي بتساعد اسر كتير، وانا شايف ده بنفسي. بس بدعي ربنا انه يكون فعلا كل شاب، كل اسره، كل اب بيحاول زي ما بيجيب لنفسه بلاش يا سيدي، يجيب بالظبط زي ما بيجيب لنفسه، يجيب اقل وراح وزع، هتتحل، هتتحل كتير. شغل الفردي فارق كتير قوي. يمكن عايز اتكلم في حته معينه، يمكن حتى انا بكلم ناس، في ناس قادره كويس قوي، فبيقول لي ساكنين في مناطق اللي هم بيسموها مناطق راقيه قوي، فبيقول لي انا ما عنديش فقرة، يعني بدون ذكر مناطق، فقال لي انا ما عنديش حواليا فقرة. قلت له مش مختلف معاك، هو انت ما تعرفش حد يعرف فقراء؟ يعني تعرف حد شغال عندك يعرف فقراء؟ اكيد في وسيط. انك لما تكون، انا بدعي كل حد ما يكونش، ما يخلقش وسيط في الخير. الخير لما يكون خارج منك انت شخصيا افضل كتير من انه يكون في وسيط. احتماليه وجود الوسيط دي خلاص، دي امر فردي. اذا انت مش قادر على ده، او ما عندكش وقت، او ما عندكش امكانيه انك تفضي نفسك، كل واحد وظروفه. يعني احنا ما بنقدرش نحكم على ظروف الناس كلها، بس وجود الشخص في حاله انه يؤدي الصدقه او الاعانه بنفسه، انا من وجهه نظري شايفها فرحتها وصداها اكبر كتير. خليني بقول للناس وبفكر الناس في دفتر احوال، انه ارقامنا موجوده على الشاشه وصفحه دفتر احوال موجوده، وبقول لكل الناس اللي محتاجين اي حاجه شاركونا بالاتصال، قولوا لنا يعني انتوا عايزين ايه، ايه اللي ناقص الناس، ايه اللي نقدر نقدمه. احنا برنامج خدمي. خليني يمكن حتى اول ما اتكلمت بيقولوا لي في اتصال. الحاج احمد مساء الخير. يا باشا النور، اقصد حاله انسانيه يا باشا. ايه يا حاج، مش سامعك معلش. عايز اساعد حاله انسانيه. عايز تساعد حاله انسانيه؟ ايه يا باشا. يا اخي ربنا يكتر من امثالك، يمكن هو ده اول خيط، انت خيط امل. خلينا يعني انت ما عندكش حالات جنبك يا حاج احمد؟ لا بس انا عاوز اساعد، انا عاوز اساعد. عايز تساعد ولا عايز مساعده؟ انا عاوز اساعد. تساعد؟ انا عاوز اساعد. طيب يعني خلي، انا عايز اقول لك الاول، انت ما فيش اسر جنبك يا حاج احمد انت شايفها محتاجه تنزل بنفسك تودي اعانتك بنفسك ليهم؟ لا مفيش حد جنبي يا باشا. طيب خلينا نساعدك ونكون الوسيط. سيب رقمك في الكنترول، وممكن نوجه لك اسره، او يعني نخلي اسره هي اللي تجيلك لحد عندك، لحد محتاج اعانه كتير كتير محتاجين. بشكرك الاول اتصالك ومتابعتك يا حاج احمد. لا زال الخير في امتي الى يوم الدين، صدق رسول الله. أكيد في خيط أمل، أكيد في ناس كتير والله العظيم اللي عايز يساعد هتلاقوه أكتر كمان كتير. وأنا براهن على الشعب المصري، لأنه شعب عاطفي وشعب طيب على سجيته بطبعه، ده أمر طبيعي. خليني أخد اتصال معايا أستاذ أحمد من اسكندرية. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، إزي حضرتك؟ إزي حضرتك الأول؟ والله عم حضرتك طيب، الشعب المصري كله بخير. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. دلوقتي حضرتك انت في بدايه مداخلتك مع الاستاذه اللي كانت بتتكلم بتاعت القاهره، تمام، بخصوص ان الواحد يشتغل لوحده بيبقى صعب في الكره، عشان يوصل بيبقى صعب، صعب ان هو يوصل. انا عند حضرتك، انا على سبيل المثال عندي في مكان في كره في ابيس في البحيره او في اسكندريه، في جمعيات خيريه اللي حضرتك بتتكلم عليها. الجمعيات الخيريه هتيجي تبص في الجمعيه بتوصل كل حاجه، توصل من الناس اللي هي عايزه تدفع وعايزه تساعد،
وبتساند وبتوصل لعند الجمعيه. هتيجي دلوقتي حضرتك تشوف اللي راكب العربيه اللي مني. لا بمعنى ايه؟ اللي المفروض ان هو وسيله المساعده ان يوصلني الحاجه دي. اه يا فندم الوسيط يعني اللي بيوصل لك ال الوسيط اللي يعني الحاجه الوسيط. تمام. هو دلوقتي هتيجي تلاقيه راكب عربيه اقسم بالله زي ما بكلم حضرتك، والجماعه الثانيه عامل معرض وكلهم تبع الجماعات السلفيه اللي هي بيقول لك حزب النور. طب ما انت ما توصل، مش شوف شوف شباب انت عاوز. طب ما هو ده، طب ما هو ده اللي لسه كنا بنتكلم فيه، الخدمه الفرديه. يعني انا ليه يعني ليه ما اعملش الخير بنفسي؟ ما هو ده اللي انا بنادي بيه المبادره، ان لو معاك لو انت قادر انزل بنفسك، ما توديش، ودي بنفسك ما توديش لجمعيه، ما تودي، مش قصدي ما توديش لجمعيه، لو عندك جنيه هتقسمه نصين، نص للجمعيه ونص بنفسك. يا فندم الراجل بخصوص الناس اللي اهل خير، الناس التقيله دي مش هيعرف يوصل للواحد الغلبان، لازم يكون ليه سند قدام. احنا اتفقنا ان اللي ما بيبص للدهون، بيبص مش عارف ليه، ما اختار لك شابين كده. اه هي برضو فكر انه انك تثق في حد اكتر ثقه بالنسبه لك. يعني انا معاك وبايدك استاذ احمد، برضو وجهه نظر ان حتى يكون الوسيط بتاعك هو محل ثقه. بشكرك استاذ احمد من اسكندريه. كل محافظات مصر محتاجه، كل محافظات مصر فيها احياء شعبيه واحياء فيها غير قادرين كتير. يمكن يا رب صوتنا يوصل للناس كلها ونوعي الناس كلها، ونقدر نوعي الناس كلها في ان انزل بنفسك، انزل بنفسك في الوقت اللي ما فيهوش حظر، هات الشنطه اللي انت عايز تجيبها، الخير اللي انت عايز تعمله واكل. الحكومه ساعدت، انت كمان ساعد، انت كمان لو حاولت تساعد اسره الامور هتتحل كتير. خليني اخد استاذ ايهاب من القاهره. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انا اسف لزعل حضرتك. اتفضل يا فندم. الله يكرمك يا رب. دلوقتي انا والدتي ست مسنه. تمام. خفيفه ومريضة سكر وضغط وكده، وانا مريض برضه سكر وضغط وقلبه، كنت عايز بس حد يساعدنا في تكاليف العلاج، بس يعني العلاج بتاعنا يعني غالي شويه. انت من حي ايه؟ من حي ايه في القاهره يا استاذ؟ نعم؟ من حي ايه في القاهره؟ الزيتون. من حي الزيتون. طب هستسمحك سيب لنا رقم تليفونك في الكنترول، استاذن زمايلنا في الكنترول، خد رقم استاذ ايهاب، ويعني حاول ترجع تكلمنا تاني علشان بس ياخدوا رقمك في الكنترول. وربنا يعيننا، ربنا يعيننا، اكيد في ناس كتير هتساعد. يعني الموضوع هو ما هو الا انه فردي، خلينا نبدا بنفسنا. انا كل طموحي ان انا ابدا بنفسي واعمل الخير، مش عايز الناس كلها زيي، بس انا عايز كل حد يقدر يطلع حسنه. ده وقتها الدوله شالت كتير، شايله كتير قوي. خليني اخد اتصال تاني. استاذ سيد من الشرقيه، مساء الخير يا استاذ سيد. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا والله يعني اتشرفت ببرنامج حضرتك. ده شرف ليا، ده شرف متابعتك لوحدها، ده شرف ليا. ربنا يسهلك يا فندم. طب انا بدي اسال سيادتك على حاجه بس. اتفضل يا فندم. انا كنت بقبض قبض تكافل وكرامه. تمام. واتقطع القبض بقاله كام شهر، بقاله فتره. تمام. وحاولت اعرف القبض اتقطع ليه، عشان ايه السبب. فرحت الشؤون بتاعتنا هنا، قام قالوا لي لا انت عندك 16 جرام، وانا ما فيش ارض باسمي خالص ولا باسمي حاجه اكتر من البيت اللي انا قاعد فيه. البيت اللي انت طبعا دلوقتي انا بدي اعرف يعني القبض، انا حاولت عشان ارد وما ردش. طب ال 500 جنيه اللي نازلين دولي انا هيبقى لي نصيب فيهم ولا ماليش؟ بس بدي اعرف بس مش اكتر. هم دول العماله الغير منتظمه. هو حتى يا فندم ما احنا انا راجل في اللاحه يا فندم، انا راجل في اللاحه. انا راجل في اللاحه. خليني اتابعك وسيب لنا رقم تليفونك واعرف ينطبق عليك الشروط. ومتهيألي الامور متاحه، ووزاره الضمان مسهله الامور جدا، وبتحاول بقدر الامكان. بتاخد، انا بقول لكم بتاخد، الدوله بتحاول تاخد من الموظف او من الغني او من القادر وبتدي الفقير بقدر الامكان. وخليك يعني تابعني وانا هتابع معاك ونشوف. بشكرك استاذ سيد لاتصالك. فكره عامه، فكره انك تحاول توصل للغير قادر فكره انسانيه، الانسانيه نفسها مفهومها كبير قوي. يمكن احنا برنامج خدمي اجتماعي قانوني امور كتير، بس النهارده مش وقته اي حاجه. احنا في ازمه النهارده، الدوله بتحارب، مش بتحارب عدو خارجي، مش بتحارب علشان تبقى في منطقه سلام. ممكن اقول بتحارب اوقات تخلف، لانه النهارده اكيد بيواجهها كتير صعوبات في انها تطبق طريقه معينه في النظام، تحطك على خط سير معين. دي كلها اعاقات الدوله. يعني الناس، بعض الناس، مش عايز اقول ان احنا كلنا واعيين، لكن اكيد في قله
بتبقى غير واعيه غير مدركه، فالدوله بتحارب في طريقها. النهارده برضو خليني اقول ان ولا وقت اي حاجه لا صوت يعلو فوق صوت الخدمه، ان احنا نخدم بعض، نساعد بعض، نساعد بعض ان احنا نفضل في سلامه وصحه، سلامه وصحه لحد ما نعدي الازمه. هنعدي، عندي ثقه في الله ان احنا هنعدي، طالت اسره هنعدي، شايف خير، نظر التفاؤل. انا متفائل، يمكن غير كتير او يمكن حتى مواقع التواصل الاجتماعي شويه بتديك احساس شويه بالكآبه، البوستات الشخصيه يمكن حتى ما بقتش احاول بقدر الامكان ابص زياده على، لانه بتلاقوا للاسف، يمكن حتى كنت عايز انوه عن جزئيه زي دي، اشاعات، اخبار غريبه، دي اصل دي حرب كيمياء، بوستات لا حصر لها، فتي. كل اللي عايز يفتي قاعد في البيت بيفتي دلوقتي. توجهك للصفحات والمواقع الرسميه، متابعه احداث من على مواقع رسميه، ايه دور الدوله في ان يعني، او ايه مصلحه الدوله في انها تخبي اعداد وفيات ولا اعداد اصابات؟ اكيد مفيش مصلحه، اكيد مفيش، اكيد مش عايز تنقل لك صوره عشان تلعب صورة تانية، يعني أمر كده يعني العقل نفسه مش قابله. فخلينا نعيش في سلام، نعيش في حفاظ على النفس وعلى الهدوء. الهدوء هيوصلك لبر أمان، التفاؤل هيوصلك لبر أمان. يمكن الصورة العامة لا تدعو للتفاؤل، بس ده مش عندنا، ده في العالم. أمال يعني عايز أقول لكل المعارضين كده وكل الناس اللي هي ضد الدولة، امال لو الفيروس ده او المرض ده كان اصاب مصر بس دونا عن العالم، كنتوا هتعملوا ايه فينا؟ هتشمتوا فينا ايه؟ هو ده وقت شماته؟ ده ولا وقت شماته ولا وقت اي حاجه. مفيش وقت في الوقت ده غير ان احنا نساعد ونقف جنب بعض. بس خليني اخد استاذ معتز من الشرقيه. مساء الخير استاذ منصور. ايوه يا فندم، السلام عليكم. استاذ منصور مساء الخير. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المعتز بالله معاك. استاذ المعتز مساء الخير عليك. الله يخليك، ربنا يبارك في البرنامج بتاعك. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. بشكرك. ان شاء الله مصر هتعدي وهتبقى الدنيا ان شاء الله. هو ده الصوت اللي انا عايزه والله. ان شاء الله والله ان مصر هتعدي باذن الله وهتبقى الدنيا. صح. يعني الحاله بتاعتك جميله، في مبادره جميله قوي. ربنا يبارك فيك يا رب. بعض الكرة عاملاها جميله خالص. قول لي شاركنا، يمكن نحاول يعني نوصل الصوت. المبادره وربنا يجعلها في ميزان حسناتك. يا رب. بص يا فندم، المبادره عاملاها كل فرد متجوز 5 جنيه في الشهر في كل بلد، في كل قريه، قرى صغيره جميله كده، حاجه حلوه خالص. جميل. كل فرد متجوز بيدفع 5 جنيه. تمام. بنلم 20-30 ألف للايتام والارامل، وينفع في الازمه اللي احنا فيها، ونحب بعض ونعيش مع بعض شويه. انتوا من قريه ايه؟ قرى كتير عندها. ايه القرى الجميله دي؟ ايه القرى الجميله اللي احنا مش شايفينها؟ يعني اللي انت بتقوله لنا ده اشمعنى ما بيظهر لناش على الفيسبوك ولا بيظهر لنا على الانستجرام؟ ايه الجمال ده؟ معلش، ما يمكن احنا غلابه على قدنا. مش والله انتوا ناس جميله، انتوا مش غلابه. والله ده احنا اللي غلابه. وفي حاجه احلى كمان، صلي الجمعه بجنيه. كل فرد داخل يصلي الجمعه بيدفع جنيه، بنلم 1002 والله. والله العظيم انتوا. وكل ده مش محتاجين مساعده، تدفع 500 الدوله للغلابه ليه؟ والناس غير منتظمه ليه؟ ما نشتغل، الدوله جميله والخير كتير، بس نحب بعض. يا اخي بشكرك، انا مش عارف اقول لك ايه، وبشكرك. والله يا فندم، مبادره 5 جنيه لكل فرد متجوز حاجه جميله قوي. خدته من المتجوز ليه؟ ما خدتوش من العازب ليه؟ ده ما عندوش مسؤوليات. ربنا يعينه ويتجوز ونعصمه وبنساعد. ربنا يبارك فيك. كتير شباب عاوزه تتجوز، بنات، خير كتير والله. فرد، تخيل قريه فيها 30,000 اسره، في 5 بتلم قد ايه؟ رقم كبير. رقم كبير. كبير خالص. وبعدين معلش، في ناس تقول لك 10، في ناس تقول لك 20، في ناس تقول 50، احنا بنقول كل فرد متجوز 5 جنيه في الشهر، 4 شباب متطوعين قاسمين البلد لاربع اجزاء، وحاجه جميله كده. اللي شاكك في الفلوس يجي يسال بتروح فين؟ بتيجي منين؟ مش عيب ولا حرام. مش عيب. مش عيب. صح، عايز يعرف فلوسه رايحه فين؟ راح في طريقها السليم. ده شغل فردي. انتوا ما بتلجوش لجمعيات، انتوا شغالين شغل فردي، عايزين تساعدوا بعض بجد. مفيش جمعيات يا فندم والله، يا لله، اللي شاكك في حاجه تعالى. احنا لمينا 30,000، في ارمله، في يتيمه، في واحده بتتجوز، فاضل معانا كذا، حصل ظروف في البلد، حاله وفاه، بنساعد بعض. انت المبادره دي من يمتك انت بقى، وكل قنوات التلفزيون تجعلها ان شاء الله كل فرد متجوز. ربنا يعيننا على يعني عايز اقول لك، يعني اولا بحييك وبشكرك مبدئيا انك متابعني، وده شرف ليا متابعه حد فاضل زي حضرتك.
انما مبادره اغرب ما سمعت. يمكن انا بحاول اقول مبادره فرديه وان انا احاول اساعد انا، انما الاستاذ ممتاز مش عارف بصراحه، يعني اثقل ودني بانه مبادره غريبه جدا. المتجوز بيدفع 5 جنيه عشان يساعد اسره، الخمسة جنيه على الخمسة جنيه عملت رقم، ساعدت ناس، شغل فردي، شغل مش طالع للنور اهو. هدفهم عارفين ايه؟ التجاره مع ربنا. هدفهم مش انه يعمل شو اعلامي، مش انه يجمع فلوس علشان يعمل بيها مشروع، هو بيتاجر بس تجاره مختلفه تماما، تجاره مع الله اللي ربحانه، هي اللي بس الوحيده اللي ربحانه، انك تتاجر مع ربنا ده وقته وقته. خليني اخد اتصال. استاذ عماد من القاهره، مساء الخير. استاذ احمد، استاذ احمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي سيادتك فندم؟ بحييك يا فندم على البرنامج الجميل بتاع حضرتك. انا بشكرك والله. بشكرك لمتابعتك. وعايز بس اشكر الاستاذ اللي كان بيتكلم من شويه على الموضوع، المبادره بتاعت انا نفسي يعني هو راجل مبدع جدا جدا جدا، فكره غريبه قوي يعني، خطرت على بال ملاك، ده مش ده ساحر. لا يا فندم دي حاجه جميله فعلا، يعني الناس تتعاون مع بعضها. صح. وان الناس في الوقت الازمه اللي البلد فيها ان احنا نشيل بعضنا، عشان طبعا البلد يعني في ظروف دلوقتي محتاجه اللي يقف جنبها. قال كلام جميل، قال الدوله تدفع 500 جنيه ليه؟ ما ندفعش احنا ليه؟ هو لا طبعا كده مش عايز يحمل الدوله، اتحملت بما فيه كفايه اللي احنا فيه. ما هي الدوله شايله كتير، خليني اقول النهارده انها شايله بجد طبعا يا فندم. ففي الظروف اللي احنا فيها دي فما كناش احنا يعني نقف مع البلد في حاجه زي كده. صح. ما نعتبرش مصريين والله يا فندم. والله العظيم كلام جميل. انا في قمه السعاده ان انا سامع ده من متصلين، والله ولا اعرفهم ولا يعرفوني، انما ده حال المصريين. بشكرك محترم وبرنامج حضرتك وكل بشكرك عليه يعني. انا بشكرك ويعني سعيد، بشكرك استاذ احمد لمتابعتك. انا سعيد بجد والله العظيم، جالي يعني طاقة إيجابية أزيد ما كنت داخل بيها. يمكن كنت داخل وحاسس إن اللي هيكلمني حالات كتير محتاجة، إنه أوصل لمرحلة إن أنا أحس ولائي الإيجابية أكتر، وإن اللي عايز يساعد هو اللي بيتصل، وإنه الناس عندها أفكار عشان تساعد إخواتها. والله العظيم والله ما كنت أتوقع نص ده. بشكر كل الناس اللي تابعتني فعلا حقيقي، وبقول لكل الناس ابدأ بنفسك. أنا فكرت في مبادرة بإنك تبدأ بنفسك، طلع ناس سبقاني بكتير وبأفكار أفضل وأجمل مني بألف مرة. فكرة إنه أسرة متجوزة تبتدي بأسرة متجوزة هي تدفع 5 جنيه، رقم مش فارق معاها، إنما على الحجم الكبير هيفرق. شغل فردي، إنما مفيش أبدع من كده، مفيش أبدع من إنك تفكر إزاي تساعد الناس بطريقة سهلة، بطريقة بسيطة، الموضوع مش محتاج شو. هرجع تاني واقول الكلمه اللي قالها لنا السيد، ليه الدوله تتحمل 500 جنيه؟ ليه انت ما تتحملهمش؟ والله 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 ما شفت في حياتي على مر العصور الدوله واقفه جنب الناس اكتر من ده. اثبت يعني الوضع عملي، اثبت انه العيب كان فينا، قله النظام شويه كان فينا احنا شويه غير منظمين. خلينا نعترف بنفسنا، خلينا نعترف في الوقت ده. يعني يمكن هكمل لكم، بس خليني اخد اتصال الاول. استاذ عادل من الفيوم، مساء الخير يا استاذ عادل. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ زي الفل. زي حضرتك والله. الله يخليك، نشكرك على البرنامج الجميل دوت، واحضرك وربنا يكرمك. انا بشكرك، انا بشكرك انت يخليك. والله لمتابعتك انا بشكرك الله. وبشكر كل الناس الايجابيه اللي بتفكر. قول لي انت دورك ايه وبتعمل ايه؟ طيب والله يعني راجل سواق واخد بالك، بس من بدايه الازمه لحد دلوقتي قاعد. بتصرف منين؟ والله بنصرف من يعني كان كنا متدخرين شويه بس يعني. اقول لك المثل اللي الناس بتقوله، بنصرف من اللحم الحي دلوقتي. والله صح؟ الحمد لله يعني، بس ربنا يعينك، ربنا يعينك. بس بنزل 500 جنيه ديت ما جتناش يعني، احنا هي ما بتجيش لحد، هي الناس بتروح تقدم والدوله بتمشي. خلاص يبقى هتيجي يعني، هتعلن الدوله عن الطرق، وزي ما اعلن، زي ما انت عرفت كده ال 500 جنيه ورحت قدمت، زي ما الدوله هتجيلك. ما انا بتاعت سواق وبقول السواقين ما لهمش يعني في. انا ما عنديش علم بصراحه، خليني اكون صادق معاك، انا ما عنديش علم بالامر ده. بشكرك استاذ عادل، وخليني اتابع معاك مين المستحقين ومين غير المستحقين، وبوعدكم في الحلقه الجايه اعرف مين المستحقين
من المنحه بتاعت الدوله بالعماله الغير منتظمه ال 500 جنيه اللي الدوله اعلنت عنهم. انما هو يعني دور الدوله رهيب، فلوس كتير لا حصر لها. شالت ولادها، شالت ولادها في وقت الشده. لا مش بس شالتهم، انا من رايي انها كمان بتحميهم بالعافيه. الحظر بالنسبه لي هو حمايه بالعافيه. انت عايز تاذي نفسك اذي نفسك، انما ما تاذيش غيرك. دور يمكن انا زي ما بقول انا ما طلعتش في حلقات من وقت الازمه لحد النهارده، انما كان عندي شحنه، عندي طاقه الحمد لله انها اتقلبت طاقه ايجابيه، وعندي كتير هحاول اقف مع الناس في الفتره الجايه، وربنا يجعلني سبب ويجعل لي دور في وقفه مع الناس. هي دي السعاده شويه، ان احنا في المحنه نطلع من اللي عندنا، لانه هيفرق كتير معانا. هيفرق انه انك تخرج من قوت يومك حتى ولو وجبه هتساعد بيها، مش تفرق معاك كتير في ثلاجتك اللي مليانه، ثلاجاتنا مليانه. في ناس كتير من وقت الازمه ما بتعملش غير انها بتخزن، شيل شويه وادي للناس فيهم سعاده وشبع. خليني اخد اخر اتصال. ام محمد. محمد أيوة من المنيا. مساء الخير. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك انا مجد جزري بتاع محاره وقاعد بقاله فتره، وازمه كورونا دي يعني عندي ابني بجيب له علاج ومش قادر اجيبه له، وانا مغدوله قدام تكافل كرامه ومقدمين تكافل كرامه ما خدناش. تمام، خليني استاذن حضرتك وزمايلنا في الكنترول، من فضلك سيب لنا رقم تليفونك وخليني اتواصل معاكي ونعرف المشكله فين والازمه فين، ولو ربنا اراد ونقدر نساعد هنعمل ده من غير تردد. ربنا يعيننا على الناس كلها ويعين المصريين على بعض قبل الدوله، لان الدوله زي ما قلت لكم ننساها شويه. خلينا احنا في نفسنا، كل واحد يخليه في نفسه هو بيعمل ايه وبيوصل خير ايه. اتصالات كتير، خليني اخد استاذ حافظ من منيا. مساء الخير. الاتصال اتقطع، بعتذر لكل الناس الاتصالات ما عرفتش يعني اوفي او استقبل اتصالاتهم، انما بوعدهم الاسبوع الجاي انا معاكم. وصفحه دفتر احوال على الفيسبوك حاولوا توصلوا لنا عليها اي طلبات اي حاجه باذن الله. باذن الله ربنا يجعلنا سند لبعض، يجعل المصريين كلهم سند لبعض. ابدا بنفسك مبادرة، حتى ابدأ بنفسك بس، مش عايز اطلع لها مسمى والله، ولا يفرق معايا الشعارات ولا الأسماء، إنما بس اللي عايز ابتدي ابتدي بنفسي، مش عايز أكتر من كده. بشكر كل الناس وبعتذر كل الناس اللي ما خدتش اتصالاتهم. بقول لكم الأسبوع الجاي أنا معاكم ومتابعكم طوال الأسبوع، وهنشوف إيه اللي ناقصنا من بعض وعملنا إيه. بشكر كل الناس الإيجابية، كل الناس اللي كانت ليها دور في إنها تديني طاقة وبريق أمل، فرق معايا كتير والله على مدار الحلقة. أنا نفسيا خارج مبسوط، خارج مستفيد. مستفيد إيه؟ مستفيد إن أنا ما لقيتش نفسي لوحدي، مش بالبلدي بنحر لوحدي أو بهاتي لوحدي، لا لقيت ناس كتير قوي بتقول لي الدولة تعمل ليه تاني؟ ما خلاص ما نعمل إحنا. أصوات أصوات حق، أصوات خير سمعتها. يا رب يا رب نفضل في ده على طول. وزي ما بقول تاني، لا زال الخير في أمتي إلى يوم الدين. صدق رسول الله، إنما مسلم مسيحي مش وقت ديانات، كل الناس بتعمل خير والله العظيم. إنه الصدقات فعلا، آخر كلمة عايز أقولها، إنه فعلا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة. يمكن الصدقة النهاردة هتنجيني، الصدقة النهاردة هتعمل حتى يا سيدي لو جالي المرض ومت انا ميت في خير. الموت مش بعيد عننا، دي اقدار بتاعت ربنا عز وجل، مش فارقه معايا ايه هي الفكره، فكره سعاده حد غير قادر. بشكر كل متابعيني وبرنامج دفتر احوال، وبقول لكم اشوفكم الاسبوع الجاي، واقول لكم يعني انا سعيد وكنت مبسوط النهارده معاكم جدا. اشوفكم الاسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.